يعني إيه تمييز؟ وإيه هي فكرة مكافحة التمييز اللي يعتبر من أهم المواضيع اللي شغال عليها حالياً الحوار الوطني؟ طيب هو مبدئياً هبدأ بس بكلمة صغيرة عن الحوار الوطني أساساً. السيد رئيس الجمهورية من قرابة سنة دعا في إفطار الأسرة المصرية لإطلاق مبادرة الحوار الوطني. ده معناها أن احنا عندنا مشاكل وعايزين نحلها، بدليل أن كان أطياف المجتمع بالكامل كانت تقريبا موجودة ومشاركة، سواء كانت المشاركة عن طريق أفكار اتبعتت للأمانة الفنية للحوار الوطني، أو عن طريق مشاركة الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين لإبداء الآراء وإزاي نقدر نحل بعض المشاكل اللي موجودة. مبدئيا الحوار الوطني ما هوش عصا سحرية ان احنا ندخل النهاردة يبقى تاني يوم الصبح يبقى عندنا المشكلة هتتحل، لكن الاول علينا ان احنا نواجه هذه المشاكل، ومن يحضر عليه ان يقوم بوضع افتراض وطريقة واستراتيجية لحل هذه المشاكل. النقطة اللي احب ان اؤكد عليها ان ادارة الحوار الوطني بدأت بمبادرات قوية جدا، وكان في دور كبير جدا لمجلس أمناء الحوار الوطني للاستجابة لمطالب أغلب أحزاب السياسية المعروفة بالحركة المدنية في إطلاق بعض مسجونين الرأي وكان معتقلين على أساس قضايا رأي. ده كانت باشرة كويسة جدا ان تم الافراغات باستمرار عندها، فكانت بادرة قوية ان الناس تتكلم وانطلق الحوار. خلاص وانطلق الحوار، وفي نقطة مهمة جدا ان ما كانش في خطوط حمراء، كل اللي كان عايز يتكلم في اي شيء كان بيتكلم فيه بمنتهى الامانة، والكلمات الخاصة سواء للأحزاب المعارضة أو الأحزاب المؤيدين للسلطة كان كلهم كان بيتكلم بما يمليه عليه ضميره وفكره. فأنا أتكلم عن تجربتي الشخصية، محدش قال لي اتكلم في إيه أو متتكلمش في إيه. عظيم جدا. ومن تجربة حضرتك الشخصية ومن الواقع اللي بيمر بيه أي حد بيواجه تحدي ما أو بيتحدى إعاقة ما، ممكن يكون بيتعرض لتمييز، فعايزين نشرح شوية مفهوم التمييز عندنا في مصر. أنا هقول لحضرتك احنا مجتمع مليء بالتمييز في كل شيء، وليس تمييز لذوي الإعاقة وحدهم. كلمة تمييز هو المفترض عدم المساواة، فاحنا لما نيجي نتكلم عن عدم المساواة هنلاقيها في حاجات كتيرة جدا ما بين كان يعني لو كلمنا ورا شوية، الأسرة الدولية اتفقت على بعض المسميات وبعض الاتفاقيات الدولية. بدأت من أمتى؟ بدأت من سنة 1945، كانت أول الاتفاقيات الخاصة بالعنصرية، فكانوا بيتكلموا على أن العنصرية ده حاجة المفترض أن احنا نحاربها وإزاي نقدر نتغلب عليها. بدأنا بعدها تاني نزلت اتفاقية تانية سنة 1948 لمكافحة الإبادة الجماعية، وبعدين بدأت الأسرة الدولية أنها تتجه لعدم التمييز للمرأة، فإنها صدرت الاتفاقية الخاصة بالمرأة سنة 1979. بعدها بدأت الأسرة الدولية أنها تنشط أكتر وأنها صدرت اتفاقية أخرى تخص الطفل، وده كان سنة 1989. انتهت بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2006. لو رجعنا ده مفهوم العالم بيفكر ازاي عن التمييز، وقسمه بالشكل اللي احنا بنتكلم عنه وبالترتيب اللي بناء عليه صدرت الاتفاقيات الدولية اللي اتكلمنا عنها.